السلام عليكم خوتي، بخير كلشي مزيان. المهم اليوم غادي نهضر لكم على واحد الظاهره ديال سنغافوره، يعني لاول مره دارت في المغرب. يعني خصكم تعرفوا واحد القاعده، السلام عليكم خوتي، بخير كلشي مزيان. المهم باش نبغي نشكر القناه ديال عبر على الاستضافه ديالها عندنا هنا في الصالون في منطقه رياض الولفه. المهم اخوتي شنو بغي ندوي لكم على اول ظاهره اللي دارت هنا في المغرب ديال سنغافوره. يعني هاد الظاهره هذيك اللي هذا سميتو ماساج ديال سنغافوره، يعني انا اللي جبتو معايا من الجبال ديال سنغافوره. انا مشيت طاير في الجبال من كازا حتى لسنغافوره، ماشي مشيت على رجليا ولا على مشيت راكب في الطياره. داني باطمان طاير، يعني وديتش نعاود نقولها، داني باطمان طاير مشيت للجبال، هزني بحال هكا ومشيت طاير في الجبال وجبت واحد اسمح لي، لا ماشي دابا، لا ماشي دابا، انا دابا تنهضر معاهم عادي. لا ماشي دابا، اسمح لي، ماشي دابا، يدي لا لا يدي لا. المهم خوتي انا هاد الظاهره هادي مشيت طاير مع باطمان، يعني داني للجبال ديال سنغافوره. يعني بقيت المده ديال 5 سنين تما، يعني واحد الجبل عالي بزاف، واحد الجبل عشان نقول لكم عالي بزاف داك الجبل. المهم بقيت في واحد الشقه، يعني داك الشقه ملي لقيتها في الجبل بقيت المده ديال 5 سنين وانا داير بحال هكا. منين بقيت المده ديال 5 سنين وانا داير بحال هكا تنعمر بالبرودويات داك، يعني دابا البرودوي كاين وسط الجبل، وانا بقيت داير بحال هكا المده ديال 5 سنين تعمرت لي ديك القرعه، يعني بالبرودوي الغني على التعريف سميتو البرودوي ديال سنغافوره طبيعة الحال. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه يعني بزاف اللي تيقولوا لي انت مسطي ولا تاكل شي دواء، يعني اللي ماشي عادي، انا ما مسطي ما حتى شي حاجه. انا في الجن، واحد الجن اللي هو سميتو الغندور، يعني الغندور الغندور هو ملك الجن. يعني كان اسمح لي، كان جاتني واحد الهضره، يعني شفت واحد الفيديوهات ديال واحد السيد اللي تيقولوا ليه ما عرفتش واش حصموس وما عرفتش تو حصموس. المهم ما عرفتش انا، المهم جو سي با، حيت انا دابا قلت هاد الكلمه ديال جو سي با حيت انا يعني عندي يعني باك بلس 7 يعني فرونسي. الفرونسي ماشي ديال المغرب طبيعه الحال، يعني ديال سنغافوره، هادشي كامل انا تعلمته تما. المهم انا قلت لكم، المهم انا تنعرف، المهم صافي خير. المهم قلت لكم على قبل داك تشوحسموس، يعني قال لك هاد اصلا داك الكلمه ديال تشوحسموس هذاك قال لك هو ملك الجن، هذاك ماشي ما عندوش حتى شي علاقه يعني بالملك ديال الجن هذاك، لا هذاك السيد ديال تشوحسموس هذاك غير خادم ديال الغندور، الغندور ديالنا حنا هو ملك الجن، هذاك ما عنده حتى شي حاجه. هذا الغندور تحسموس يخدم مع الغندور. تحسموس غير خادم ديال الغندور. هذا هو البلان. تحسموس من قبيلة الفرعونيه، هذا الغندور شنو قبيله؟ هادو من القبيله الاغريقيه ديال حضاره الاغريق، وما ادراك ما حضاره الاغريق. الغندور هو اللي ردني انا دابا تنهضر معكم وتنطري عند يديا، يعني انا منين انا تضربت في ذاك الجبل، انا تنقول انا تضربت في داك الجبل ضربني الغندور.
فهمتيني الغندور هو اللي ضربني المهم انا تنحس براسي مضروب من عنده يعني هو اللي تيساعدني على اي حاجه واي حاجه شنو نقدر نديرها نقدر نمشي طاير نقدر ناكل بيض خضر نقدر ندير شي حاجه يعني 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 اش نقول لك يعني انا تن تن انا ماشي شو الغندور هذا بان لنا عنده فراده بزاف ماشي عزيز عليه الاجرام ماشي عزيز عليه الاجرام هذا السؤال هذا مزيان منين قلتيه ليا يعني هذا السؤال هذا مزيان منين قلتيه ليا هذا السؤال هذا هو اللي تيعجبني وقليل اللي تيسولني على هذا السؤال هذا بغيت نقول لك واحد القضيه خصك تعرفها هاد القضيه الغندور كنت خسرت معاه انا كنت كايت معاه ماشي كايت معاه انا تانا خادم ديالو بغيت ندير واحد الحاجه ولكن يعني ما وفيتش لي بالوعد ديالو ويخرجها فيا جيت تشوف نجي تشوف اخو ها هو صبعي نص محيدو شي وها هو الصبع الاخر يلا عاوتاني حيدته غنشوفو باش تعرفو صافي صافي ولا لا باش تعرفو يعني قرده عافيه يعني الغندور قرده عافيه يعني ما ماش اللعب وانا تنعاود نقولها وتنتحدى تشوف هو اللي انا هو اللي تحكم عليا بهادشي اصلا حنا في هاد البلاصه هادي حنا محظيين انا تنخ ها هو تيقول انا تحكم عليا خصني نلبس بحال هكا وخصني نحسن البنادم وخصني ندير المساج بحال هكا انا بحال هكا والمحل خاصو يبقى ديما بحال هكا يعني مسلحين يعني ديما خصهم يكونوا الاسلحه عرفتي علاش حيت في اي لحظه حنا تنتظروا ينزلوا عندنا شي وحدين من الفضاء حيت حنا وصلت للهضره من كوكب زروخه وما ادراك ما كوكب زروخه كوكب زروخه فيه شي وحدين شي شياطين ساكنين تما دوك الشياطين الكفره بالله هذوك انا عارفهم دوك الشياطين باغيين ينزلوا عندنا هنايا وحنا كاملين مسلحين يعني عندنا الفراده عندنا الصفيح راه عندنا الصفيح ديال الجمل ماشي ديال العود عندنا الصفيح ديال الجمل وعندنا الزغب الحمار تحس مص فرش الروقات وفرش هاد الغندور شنو غيفرش لينا كيفاش تحس مص فرش الروقات هاد الغندور شنو هو الهدف ديالو واش غيفرش لينا اش غيجيب لينا هاد الغندور هذا غيفرش تحس مص هذا هاد الغندور هذا غادي يفرح غادي يفرش تحس مص حيت داكشي داك السيد اللي تيقول بانه تحس مص ملك الجن ما عنده حتى شي علاقه بهادشي هذاك خادم ديالنا فهمتيني يعني الرقات يعني كاين اللي عندهم الصح وكاين اللي عندهم ما تيقولوا الصح يعني اللي دوك اللي ما تيقولوا الصح تيكونوا بحال الشكل ديال تحصموس انا باش تعرفوا واحد القضيه فهمتيني وان خلقنا الجن والانس الا ليعبدوا فهمتيني يعني الجن كاينين يعني اللي ما تيقولش ما كاينش كاين الجن على دابا انايا على هادشي اللي تندير دابا ماشي عادي قرب معايا هانش دابا بحال ها ها ندع هاي ندع شيا هاي شيا ها شيا ها قول ها شيا ها 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 هاد البيضة هادي اللي قلت لك منين جاي مغاديش تشيق هاد البيضة هادي شو كي كنت ترعات منين جاية الا قلت لك مانيش تشيق هادي بيضه ديال الفار عمرك شي فار تيبيض اقسم بالله على رأي هادي بيضه ديال الفار هادي عمرك شي بيضه ديال الفار الفار تيبيض ولكن ماشي فار عادي طبيعي الحال ماشي عادي ماشي عادي طبيعي الحال هذا بيض هذا فار ديال سنغافوره ديال الجبال انا ترفعت تحدي واش نتحداه يرد عليا وهذا الشيء هو براسو راه عارف شكون هو الغندور وبلا ما خليني ساكت بلا ما ندوي فشي حويش Ну, что ж.